السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي غنشوفوا اليوم كتخص واحد لوجيسيال غني عن التعريف لوجيسيال اودو. هذا لوجيسيال ديال الجيستيون كوميرسيال، لوجيسيال اللي هو معروف كما كنشوفوا هنايا في لافيش ديالو هنا في ويكيبيديا، كان معروف بالاسم ديال اوبن او ار بي بالنسبه للناس اللي كانوا كيخدموا شحال هذا بلي سيستم او ار بي ولا لي سيستم ديال سي ار ام، غادي يكونوا كيعرفوا هذا اللوجيسيال هذا. هذا اللوجيسيال اوبن سورس، يعني مفتوح المصدر، ولكن فيه اون فيرسيون، فيه دو فيرسيون، فيه لا فيرسيون اونتربريز كما كنشوفوا هنايا، لا ليسونس ديالها ضروري نخلصوا عليها، وفيه لا فيرسيون الكومينوتي اللي كتبقى غراتويت. غير هو لا فيرسيون اونتربريز كتكون افونسي دي موديول، وحتى لا فيرسيون كومينوتي راه كنقدروا نخدموا لها دي موديول وكتولي تقريبا بحال الفيرسيون اونتربريز. إذن اودو سي ان لوجيسيال اللي كما كنشوفوا هنايا يوتيليزي بار بلو دو 5 مليون ديوتيليزاتور بور جيري لور انتربريز ا ترافير لو موند، يعني تقريبا عنده 5 المليون ديال لي زوتيليزاتور. و اودو كما كنشوفوا هنا اي لو سيستيم او ار بي اوبن سورس لو بلو بوبولار، يعني معروف اودو عند الناس اللي يعني كيبغيو يخدموا دي سيستم اللي هما اوبن سورس. اذا كان هذا هو يعني واحد لافيش شفنا على لوجيسيال اودو، يمكن لكم ديروا دي ريشيرش باش يمكن لكم تعرفوا المزيد من المعلومات. هنا غادي نرجعوا للانترفاس. اذا هذه الصفحه اللي كتمكننا من اننا نتكونيكتاو لاودو طبيعة الحال بلادريس ايميل مود باس. هنا غادي نشوفوا يعني بصفة عامة كيفاش كي ناخدو غير فكرة على اللوجيسيال على لابليكاسيون، ومن بعد راه كاينة فورماسيون اللي كومبليت يعني فيها بالتفاصيل يعني الخدمة كيفاش يمكننا نستعملو لابليكاسيون. دونك غادي نعمل كونيكسيون وغادي ندخل. اذا هذه هي الصفحة الرئيسية، من بعد عندنا دائما هذا المنيو هذا الفوق على اليسار كنكليكيو عليه هو اللي كيعطينا لا بوسيبيتي اننا ندخلو لديفيرونت اونغلي. مثلا انا غادي نمشي لي فونت، اين فوا كندخلو لي فونت كنلقاو ريوسنا اننا في لا بارتي دو في، هنا عندها علاقه مع لي فونت كما كنشوفو. هذه هي لا ليست، هنا عندنا دو في، هنا تحولوا دي بوند كوموند. الى جينا لهاد لي زونغلي هادو وعملنا مثلا كنقدروا ديريكتومون كنشوفوا الجرافيك، يعني الجرافيك كيعطينا واحد الفكره على لي دو في اللي عندنا وشحال ديال المونطون ديالهم واش من كليون. دونك هاد المسائل هادو ربما غنشوفهم غنشوفهم بالتفصيل في لا فورماسيون اللي هي جينيرال. كما كنشوفوا هنا راه كيمكننا نعملوا التفاصيل ادق التفاصيل باش نديروا واحد لاناليز لي دو في ديالنا، وهذا الشيء راه فالابل بالنسبه للي فونت لي زاشا، يعني دائما كنلقاو واحد السويفي واحد لي زاناليز كيتعطاونا يعني مع كل بارتي. اذا هنا حنا دابا في الدو في كيمكننا الا ضغطنا على كوموند كنمشيو ديريكتومون لي كليون، غادي نضغط على كليون هكذا كنشوف عندي هنا ثلاثه لي كليون. دائما غادي كنفضل انا نافيشيون بار ليست باش تعطيني هنا الاسم نيميرو التليفون ولادريس ايميل. الى ضغطت على كليون كليكيت عليه كندخل اوتوماتيكمون لافيش ديالو، وكما كنشوفوا في لافيش ديالو كنشوفوا لو مونطون فاكتوري معاه اللي هو 4500 درهم وثلاثه لي فونت اللي كندوز معاه. الى ضغطت عليهم بحال هكا كندخل كنشوف التفاصيل ديال لي فونت كما كنشوفوا هنايا، وهنا بلي ديتاي اونتيرمون فاكتوري، هنا افاكتوري، يعني ادق التفاصيل كنشوفهم. غادي نرجعوا لهذا الكليون ديالنا. الى بغيت انني نعمل كليون جديد راه كنعمل غير البوطونه ديال كري، و اوتوماتيكمون راه كيعطيني انني ندخل معلومات اللوغو ديال الشركه ديالو والمعلومات الى غير ذلك، وكنكرييه بكل سهوله كنكري هاد لو كليون هذا. هنا غادي لي دو في حتى هما كذلك مثال، ملي كنضغط على دو في اوتوماتيكمون كيعطينا لي دوفي اللي كنا شفنا. ولو بغينا نعملو كري كنضغط على البوطونه ديال كري والدوفي كنقدر نكري بكل سهوله. هنا كنختار مثلا لو كليون، عندي ثلاثه لي كليون، غنختار مثلا كليون 2، ومن بعد غادي نختار مثلا لادات، مثلا غادي نختار لادات فاليديتي ديال هاد الدوفي هذا
à titre d'exemple les conditions à la chale le paiement en des matins 30 jours من بعد كنجي هنايا كنعمل اجوتي ان برودوي اون فوا كنضغط هنايا لي برودوي راه ديجا انا كنكون دخلتهم كما كنشوفوا هنا اللائحه ارتيكل 1 2 6 5 اون فوا كنضغط عليه بحال هكا مباشره المعلومات ديالو كيتزادوا عندي اوتوماتيك ما نحتاجش نكتب عاود وكندير مثلا هنايا الكونتيتي مثلا غندير فيه 12 مباشره كيدير لي الكالكول كما كنشوفوا هنايا غادي نشوف هنا هلك لو كالكول كان دار بالتاكس بالمسائل مضبوطه اش كنحتاج نعمل كنعمل سوف غاردي وها هو الدوفي يعني تسجل عندنا بكل سهوله كنقدر هنا نضغط على اونفوي بار ايميل الى ضغطت عليها بحال هكا اوتوماتيكمون لاننا الكليان دخلته من قبل عندي في لاباز اوتوماتيكمون كياخذ الايميل ديالو وكيصيفط لي الدوفي مباشره كما كنشوفوا هنا كما شفنا هنايا اوتوماتيكمون حتى هاد الكلمات او هاد لافراز هادي bonjour le client 2 voici votre devis le numéro ديالو d'un montant اللي هو 14400 de la part ديال الشركه ديالنا حنا حنا عاملين هنا فابيك الى غير ذلك الدوفي ها هو كنشوفو هنا كنعمل اونفويي اون فوا كنضغط على اونفويي كيوصل الدوفي ديريكتومون لو كليون ديالي بكل سهوله يعني تقريبا استغرق منا دقيقه باش كرينا هاد الدوفي هذا كذلك بالنسبه لي فاكتور غادي نعمل هنا انولي باش نرجع نشوف واحد المساله هنايا هنا غادي نمشي نضغط على على دوفي باش نرجع لي دوفي لا ليزي لي دوفي مثلا عندنا لي دوفي وعندنا حتى لي فاكتور مثلا غادي ندخل لهاد الدوفي هذا اللي كنت كرييتو نضغط عليه بحال هكا وهاد الدوفي هذا في حاله انه مثلا تاكسبت من عند لو كليون راه كنقدر نعمل له هنايا كما كنشوفو كونفيرمي هذا دوفي كنا كرينا من قبل صيفطناه لو كليون وفي حاله انه تقبل كنعمل له غير كونفيرمي من بعد ما عملت له كونفيرمي كنقدر هنايا ندخل نعمل نشوف لو بون ليفريزون اوتوماتيكمون كناخذ لو بون ليفريزون ولا كنكري هنايا اون فاكتور ديريكتومون غادي نعمل كري اون فاكتور فوالا وهنا ديريكتومون كندير لون فاكتورابل وكنعمل كري et afficher la facture ou les factures ou مباشره هاد الدوفي هذا كيتحول من دوفي لا فاكتور اوتوماتيكمون انا عملت هنا فاليدي باش ناكد من بعد ما عملت الفاليداسيون هنا ملي كنهبط لتحت كنشوف يعني كاع لي زيتاب اللي كانوا دازو المراحل وكنشوف شكون اللي كان عمل هاد المراحل في حالات مثلا كنا كنستعملوا اودو حنا مثلا 6 بينا ولا 5 بينا ولا 4 يعني شحال ما كان ديال الناس كنشوف كل واحد بالاسم ديالو هنايا وكل واحد اش من اوبيراسيون كان دار يعني كيكون واحد السويفي اللي هو دقيق هنا من بعد ما حولت لا فاكتور ضروري ندخل البيمون شحال وصلني لان بعض الخطرات الاكثريه ديال لي كليون كيكون يعطيك انفونس مثلا ولا كيعطيك غير النص ديال الفلوس كنعمل هنا اونجستري ان بيمون لان هنا ادق التفاصيل يعني كتبع هذه المرحله هنا لو مونطون دو بيمون جلوبال اللي هو 14400 نقدروا نعملوا حنا مثلا هنا نعملوا غير ديميل بحال هكا مثلا ونعملوا فاليدي من بعد اشنو كيتعطانا هنايا كما غادي نهبطوا هنايا نشوفوا لتحت كنلقاو بان في التفاصيل هنا المونطون ولا 2000 اللي فيه الطاكس ديال 2400 والتوتال اللي هو 14400 ولكن راه لو بي في هاد الفلاد لا داس هادي راه هو 2400 و لو مونطون دو راه بقات 4000 درهم يعني هنا حتى لا فاكتور كتكون يعني بجميع الاحتمالات ديالها سواء كتخلص كلها هي سواء كتخلص غير لا بارتي ديالها هنا في حاله مثلا بغينا نعملو لامبريسيون ديالها اون فوا كنكليكي هنايا كنضغط على لامبريسيون باش نشوفو كيفاش كتافيش عندنا هنا لا فاكتور نشوفو ناخذ فكره انا غنعمل ديماري باش ندير تيليشارجمون اوفرير او كنشوفو لا فاكتور عندنا هنايا كما كنشوفو هنا طبيعه الحال بلادريس ديال لو كليون لا ريفيرونس ديالها لا دات دو فاكتوراسيون دات ديشيونس هنا كما كنشوفو التفاصيل كما قلنا هنا بي اليوم لو 2 10 2400 و لو مونطون دو هو 4000 درهم كما شفنا هنايا الطريقه اللي هي ساهله والتفاصيل كلهم كيكونوا مضبوطين عندنا هنا في لا فاكتور وحتى لا فاكتور راه كنقدروا نصيفطوها مباشره يعني من لابليكاسيون
كيمكن لي نضغط هنايا كما كنشوفوا اونفويي وكنصيفطها ديريكتومون. في حاله مثلا كملنا مثلا السيد الفلوس راه كنعمل الكليان ديالنا كنعملو اونغوجستري ان بايمون اوتوماتيكمون، راه 4000 درهم اللي بقات كنعمل فاليدي مباشره، ما كنعمل فاليدي كيتكالكولا كلشي عندنا في لو لوجيسيال ولا في لابليكاسيون. وكنشوفوا هنايا بان التفاصيل الاولى عندنا البايمون الاولاني في لو دو 10 اللي هو 10000 درهم كما كنشوفوا هنايا، والبايمون الثاني هو 4000 درهم، ولو مونطون دو كما كنشوفوا راه بقى 0 درهم، يعني بقينا كنسالوا والو لهذا لو كليون هذا. يعني هنا كما كنلاحظوا ادق التفاصيل وجميع الاحتمالات في لافاكسيون كيتخذوا بعين الاعتبار من لابليكاسيون اود. اذا انا غادي نرجع حتى لو دوفي باش نشوفوا لافيشاج ديال الدوفي، غنضغط على دوفي وغادي نمشيو لهاد لابارتي اللي فيها الدوفي مازال اون كور دو كرياسيون، غادي نضغط عليه بحال هكا وغادي نعمل نحاول نعمل انفيمي باش ناخذ فكره على الدوفي حتى هو. اذا غنعمل ديماري اوفرير ادوات الدوفي اللي كنا كرينا حتى هو، يعني الطريقه اللي هي بسيطه يعني ما كيستغرقش منا دقيقه او اقل. و لو ديفي عندنا ها هو يعني ديجا كري، وكما قلنا كنقدروا نعملوا له وكما قلنا كنقدروا نعملوا له اونفوي باغ ايميل مباشره لو كليون اللي عندنا هنايا لادريس ايميل ديالو لان كنا سجلناه من قبل. اذا هنا شفنا لا بارتي فونت، غادي نمشيو نشوفوا لا بارتي اشا. اذا غادي نضغط اوتوماتيكمون كنشوف لي دوموند دو بري. الى مشينا هنا وضغطنا كنقدر نعمل ان بوند كوموند لهاد لي فورنيسور، غادي نضغط على لي فورنيسور بعدا باش نشوف لي فورنيسور ديالي. هنا عندي ثلاثه لي فورنيسور كنقدر نعملهم بار ليست، كنفضل انني نشوفهم بار ليست باش نشوف لي ديتاي ديالهم. اين فوا كنضغط على فورنيسور كيتعطانا لافيش ديالو بجميع المعلومات ديالو، كنشوف شحال الفاكتوراسيون الفاكتور فورنيسور عندي زيرو، لي زاشا عندي ثلاثة، الا ضغطت عليهم كيتعطاني بحال المساله ديال لو كليون كيتعطاني لي زاشا اللي كنت دوزت معاه. هنا كنشوفوا لو توتال، هنا كنشوفوا شكون اللي كندوز هاد لاشا هنا، بيسكو انا بالكونت ادمنستراتور مسمي هاد لو كونت ادمنستراتور كيعطيني غير ادمنستراتور، لا دات اللي كان داز فيها لا كوموند، لو فورنيسور اكسيتيرا. الى رجعت ضغطت على فورنيسور 1 راك رجع لفورنيسور لو فورنيسور 1، ضغطت على فورنيسور اون جينيرال راه كيعطيني لا ليست ديال لي فورنيسور كلهم. الى رجعت لاشا ضغطت هنايا ورجعت لارتيكل، هنا كندخل لي برودوي لي زارتيكل اللي كنت ضفت من قبل. غير هو باش نرجع لي فورنيسور غادي نضغط غير واحد المساله، بغيت ناجوتي ان نوفو فورنيسور سي تري سامبل. اون فوا كندخل لابارتي فورنيسور كنضغط على كريي، وكما كنشوفوا هنا راه كتعطينا الفورمولير باش ناجوتي لو فورنيسور ديالي بجميع ادق التفاصيل ديالو. اذا غادي نرجع كما قلت الارتيكل لي زارتيكل، هذه هي لا ليست ديال لي زارتيكل. الى عملت لافيشاج بار ليست كنشوف بان كيتعطاني، علاش دائما كنفضل لافيشاج بار ليست على لافيشاج اللي هو جلوبال؟ لافيشاج بار ليست كيعطيني بلوس دو ديتاي. هنا كنشوف لا كونتيتي ستوك، هنا لا جيستيون ديال لو ستوك كيتعطيني العدد ديال ستوك ديال هاد لي زارتيكل ديالي. لي يونيتي دو ميزور كنقدر انا ندير اي يونيتي دو ميزور كيما بغيت، يعني تقدر بالكيلوغرام كيلومتر باللي يونيتي بالمتر باي يونيتي دو ميزور، ما كاينش مشكل في هذه المساله. اودو كياخذها بعين الاعتبار لو كو شحال تقام عليا لو برودوي والبري دو فونت ديالو، باش من بعد كان كيمكن ليا نشوف لا مارج وكنشوف شحال ربحت تقريبا في كل برودوي. اذا هنا الى مثلا انا دخلت لهذا البرودوي ان مثلا ضغطت عليه بحال هكا، حتى هو كذلك هو مثال كنشوف يعني ادق التفاصيل يعني اللي كيخصو هذا لو برودوي هذا، كنشوف بان هنا ديسپونيبيليتي كنشوف شحال كانت تباع هنا بيسكو اليونيتي دو ميزور كيلوغرام راه كيعطيني شحال تباع من كيلوغرام، يعني كنشوف هنا ادق التفاصيل. ولا بغيت نعمل لا كرياسيون ديال واحد لارتيكل جديد راه حتى هو كنعمل كري بحال هكا وكيتعطاني الفورمولير، كنعمر الفورمولير ديالي كنختار لو كو اليونيتي. هنا كما كنا هضرنا على الا ضغطنا بحال هكا راه كيتعطاني لي يونيتي، كنختار انا اليونيتي اللي بغيت مثلا هنا لوغ، حتى الا كان سيرفيس جور
لتر يونيتي سنتيمتر الى درت ريشيرش افونسي راه كيعطيني لي زونيتي اللي كاينين تقريبا كاع اللي يقدروا يكونوا يعني لاي ارتيكل كما كان النوع ديالو. اذا وكنعمل الفورمولا وكنعمل سوفغاردي وهكذا كنسجل الارتيكل ديالي. اذا فوالا حنا حاولنا نشوفوا هنا باش ما نطولوش الفيديو بزاف يعني بالتفاصيل هنا ديال يعني كما قلنا بصفه عامه شفنا لي كليون فورنيسور دوفي فاكتوراسيون. هنا ما شفناش مازال الكرياسيون ديال البوند كوموند فورنيسور ومن بعد ملي كيدخل عندنا ديريكتومون لابليكاسيون كيدوز للستوك كي المونتي لو ستوك ومن بعد كيمكننا حنا ملي كنفاكتوريو نشوفو البوند ليفريزون اكسترا هادشي غادي نشوفوه في لا فورماسيون اللي غتكون كومبليت. هنا بقى لي غير نشوف واحد المساله اللي هي مهمه هي البوان دو فونت. لو بوان دو فونت الا ضغطنا هنا على بوان دو فونت هنا لو لوجيسيال اودو كياخذ بعين الاعتبار حتى البوان دو فونت يعني الا كان عندنا نقدروا نبيعوا يعني بالدوفي بلا فاسون تراديسيونيل كما انه يكون عند بوان دو فونت. هنا غادي نعمل نوفيل سيسيون باش نشوف بوان دو فونت كيفاش كتبان عندنا كيفاش يمكننا نبيعوا بها حتى هي. هنا اون فوا كنعمل نوفيل سيسيون كتبقى الجينيراليا بي دي في ديالي يعني كنتسنى وكما كنشوفوا هنايا كيمكن يكون عندنا اون كاس نقدروا نعملوها بالورديناتور اللي بغينا. هنا كنشوف لي كاتيغوري ديجا عملت انا كونفيغوراسيون دو كاتيغوري عندنا الكاتيغوري 1 كما كنشوفوها دابا والكاتيغوري 2 كل كاتيغوري كيكون فيها لي زارتيكل اللي بغينا حنا كنعزلو الكاتيغوري اللي بغينا الفئه اللي بغينا ولي برودوي اللي كاين فيها باش يسهل علينا ملي كيكون عندنا مثلا 200 300 برودوي راه كنمشيو بالكاتيغوري ما كنبقاوش نقلبوا على لي برودوي كلهم غيكون عندي 200 هنايا ما يمكنش. اذا كنحاول نعمل الكاتيغوري باش نسهل عليه. اذا هنا بالنسبه للبيع راه ساهل اون فوا كنضغط اوتوماتيكمون كنشوفوا على اليسار هنا كيتزاد عندي لارتيكل مثلا غنختار هذا 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 والكالكول كيدار ومن بعد كندير بايمون في هذه البوطونه هذه بكل سهوله كيتعطاني لو مونطون جلوبال. هنا كنقول له ليكيديتي هنا غناخذ فلوس ليكيد كاش كنضغط عليه بحال هكا كيقول لي شحال خديتي هو راه خصك تاخذ 2856 مثلا غنقول له انا خديت 3000 درهم غنكتب له 3000 درهم غيقول لي خصك ترجع 144 درهم صافي كنرجع 144 درهم وكنعمل فاليدي صافي كيتعطاني التيكي كيقول لي ها شحال رجعتي 144 درهم وكيعطيني التيكي التفاصيل ديال التيكي ديالنا ومن بعد كنعمل كوموند سويفونت. هذه هي الطريقه باش يمكننا نديروا لافونس يعني. اذا الطريقه كما لاحظنا الطريقه اللي هي سهله وربما غادي ندخلوا في التفاصيل في لا فورماسيون اللي غتكون كومبليت ولكن ما يمنعش ناخذوا بعض المعلومات. هنا عندنا امكانيه نعملوا الروميز بحال مثلا الا اختارينا هذا الارتيكل هذا اللي كيعمل 500 درهم يونيتي وحده وقلنا له مثلا 2 يونيتي ولا قلنا له مثلا 23 يونيتي كنقدروا نعملوا الروميز كنضغطوا بحال هكا وكنقول له مثلا 10% روميز مباشره كيتكالكول عندي هنايا اوتوماتيكمون بطريقه اللي هي سهله جدا. كنقدر مثلا انني نعمل الكليون هاد الفاكتوري لواحد لو كليون اللي عندي ديجا مسجل في لاباس كنعمل غير كليون كنختار الكليون ديالي كيتعطاني وكندير له ديفينيغ لو كليون وكتولي هاد لارتيكل هذا غيمشي لو كليون ديالي انايا اللي هو لو كليون نيميرو 1. كاين قضيه الروتور في حاله يرجع عندي الروتور. المهم هاد المسائل هذا غنشوفهم في لا فورماسيون كومبليت. اذا هنا حاولنا نعطيو فكره يعني على لو لوجيسيال اودو لابليكاسيون اودو. هاد الفورماسيون ما نقدروش نشوفوا فيها كل شيء والا غيكون الوقت طويل بزاف. غادي نحاولوا نخليو التفاصيل ديال يعني الطريقه او الطرق كيفاش يمكننا نستعملوا لابليكاسيون اودو في لا فورماسيون اللي هي كومبليت. هنا حاولنا ناخذ غير فكره فوالا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. نتمنى يكون انه نال الاعجاب ديالكم. ما بقى لينا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله.